بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين متابعينا الأعزاء في كل مكان. نجدد بكم الترحيب والتحايا من هنا من هذا المهرجان في هذا الكرنفال التراثي الكبير، مهرجان خادم الحرمين الشريفين لسباقات الهجن هنا في عاصمة المملكة العربية السعودية هنا بالرياض، تحديدا في الجنادرية، هنا ميدان الجنادرية، الميدان التاريخي، الميدان الذي خرج لنا الأساطير في كل حين. هنا يأتي بانطلاقاته وبهذا المهرجان العريق، هنا درة الميادين. الله يا هذا المسمى الكبير، هذا المسمى الذي يليق بمثل هذا الميدان العريق. متابعين الأعزاء، سادس أيامنا لهذا المهرجان وثاني أيامنا لسن الإجذاع، سن للإبداع عنوان. وفي هذا الانطلاق شوطنا أم مسافتنا 6 كيلومترات يا من تتابع، انطلاقة شوطنا التاسع للإبكار العام ينطلق منذ لحظات. نبدأ لنعرفكم على الشعارات، على الأسماء الباحثة عن النوماس، أوطان من تتقدم على أرض درة الميادين، أوطان أوطان هنا من تتقدم، سلطة بن سالم بالرباح الحربي يقدم أوطان، حصل تغيير وتسلل انطلاقة من زاحة، من زاحة من تتقدم الآن، علي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق هو القادم مع انطلاقة وحضور من زاحة مع المركز الأول، وأيضا هذه القادمة والحاضرة في هذه اللحظات الجازي عامر بن عبيد بن حمد بن بعيران المري يقدم الجازي، المراكز غير ثابتة غير ثابتة، وهذا اندل دل على القوة المتواجدة، وهذا اندل على قوة الهجن المشاركة، وهذا اندل ان الكل مستعد وجاهز لمثل هذه المهرجانات ومثل هذه الاشواط العريقة. انطلاقة المركز الثاني غيرت الجازي الى الصدارة، الدور متابعين الاعزاء للمركز الثالث لنتابع تابع الوسمية، عبد العزيز بن معلة بن عليان السهلي يقدم لنا انطلاقة حضوره مع الوسمية، يتقدم بالتضمير وبالعناية التامة، مشاري بوربعة يتابع لنا انطلاقة الوسمية مع المستوى الثالث، يتقدم الآن المركز الرابع وتابع القادمة الآن قليلة قليلة القادمة مع مصلح بن مطيلق بن سليمان البقمي يتقدمون، أبناء الطايف يا حلوهم اليوم ويا حلو انطلاقاتهم، مسجلين التوقيت الأفضل حتى هذه اللحظات مع عزام بن ناصر بن رضا زيد الشريف هو من سجل لنا التوقيت الأفضل. المركز الرابع غير الآن مع قليلة إلى المركز الثاني، من الرابع إلى الوصافة، الدور للمركز الخامس لأتابع شعار محمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهيري مع معزة، يتقدم بوسعيد يبحث اليوم عن الانطلاقة، يبحث عن النقطة الثانية على ما أعتقد، على ما أعتقد قدم لنا اسم قبل قليل ويأتي الآن بحثا عن إنجاز جديد في هذا المهرجان العريق مع المركز الخامس. المركز السادس أتابع وطن، تتقدم مع عبد الرحمن بن عيد بن شتيوي، اسلام العطو يقدم لنا انطلاقة وطن ولكن غيرت الآن إلى المركز السادس، جويعد بن فهد بن ناصر العاوي العجمي مع رمضة مع سادس التحديات. المركز السابع أتابع القدوم، أتابع خطر عايض بن رفعان بن عايض القحطاني بقيادة حمد بن محمد بن صرير، من يتابع خطر مع المركز السابع. المركز الثامن تتقدم أوطان سلطة بن سالم بالرباح الحربي مع انتصاف مسافة 6 كيلومترات، انتهينا من 3 منها ويتبقى مثلها 3 كيلومترات.
يا من تتابع هذا القدوم مع المركز السابع. وصلت الآن الضبي فالح بن عبد الرحمن بن سلطان بالقبضة. القحطاني يتقدمون، أبناء ميدان الملك فهد بن نعيرية متقدمين مع المركز السابع. المركز التاسع وتابع القدوم من الشامخة سعيد بن عبد الله بن سعيد بن فارس الدرعي مع المركز التاسع. عاشرا أختتم النداء بهذه القادمة، عجب يا للعجب في هذا الصباح الجميل. فيصل بن راشد بن طالب آل شريم المري يقدم عجب. عشرة من الأسماء تم الإعلان عنها متابعين الأعزاء عبر القنوات الناقلة، وهنا عبر الواقع على أرض ميدان الجنادرية هنا درة الميادين، من يحتضن لنا الشعارات، يحتضن الأسماء الرنانة، يحتضن هذا الكرنفال وهذا المهرجان، مهرجان سيدي خادم الحرمين الشريفين لسباقات الهجن في عام الأبل 2024. عام مليون بالتحديات، عام خصص لعشاق وتحديات هذه الانطلاقات. نعود مع لوحة 2 كيلومترات، انتهينا من 4 كيلومترات، لم يتبقى إلا 2 كيلومترات. متابعينا الأعزاء بالرفعان قبل لحظات دعنا بالمركز السابع والسادس، الآن يتربع على القمة، يتربع على الصدارة. هنا يقدم خطر صاحبة إنجازات عديدة، صاحبة صولات وجولات بمتابعة حمد بن محمد بن صرير. يتقدم الآن أبو محمد، يقدم لنا خطر عايض بالرفعان بن عايض العاطف. القحطاني مع القمة مع المركز الأول، رمضة ثانيا جويعد بن فهد بن ناصر العاوي العجمي مع رمضة ثالثا الوسمية عبد العزيز بن معلى بن عليان السهلي مع كمشاري أبو ربعة، رابعة من الدرع قادم مع الشامخة، خامسا أوطان سلطان بن سالم الرباح الحربي. ولكن يا أخوان وصلنا إلى الأمتار الخطيرة، أمتار العنفوان، أمتار ما بعدها إلا النوماس، إلا الانتصار في هذا المهرجان. وصلنا إلى الكيلومتر الأخير، جولة الأوامر، جولة التحديات. يا للخطر، يا خطر 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 خطر، مرت نحو القمة، نحو الصدارة. متابعينا الكرام، عايض بالرفعان القحطاني يقدم لنا خطر بمتابعة بن صرير، بمتابعة حمد. تحركت الآن، تحركت خطر، رمضة قادمة. أبناء الشهيد، أبناء الكويت يتقدمون الآن، ولكن أبناء المملكة الزبارة قادمة مع كل مري، مع أبناء الشحانية. ولكن السلام وين؟ النوم سعودي. ولكن أبناء الشحانية قادمين، محمد عبد الله بن ناصر الحفيظ المري مع الزبارة، الأمتار المجنونة، أمتار الصدارة. خطر يا ذكر الله، يا عايض بالرفعان القحطاني حقق الأماني. سلام من الله عليكم يا أهل العاصمة الرياض، يا أهل العاصمة الرياض، مع بالرفعان عايض بالرفعان القحطاني. مشكور يا حمد، يا بن محمد، يا بن صرير، من تابع لنا خطر مع النوماس. مشكور يا بالرفعان يا القحطاني. المركز الثاني جويعد بن فهد بن ناصر العاوي مع رمضة ثالثة الزبارة. شعار محمد عبد الله بن ناصر الحفيظ المري المركز الرابع، شعار عبد السلطان بن سالم الرباح الحربي مع انطلاقة أوطان، خامس الوسمية عبد العزيز بن معلى بن عليان السهري. شوط مليء بالحماس وبالتحديات حتى الرمق الأخير، ولكن خطر بالرفعان هي البطلة المتوجة بهذا الشوط. نوماس على هذا الأداء المميز، والسلامات تبقى في المملكة العربية السعودية.
مع بن رفعان مع هذا الأداء الفنان وهذا الأداء المميز. والتهنئة لمن تابعها حمد بن محمد بن صرير المري. خطر تجدد الإنجازات في هذا المهرجان من على أرضي درة الميادين ومن هنا من البوابة المتواجدة في هذا الميدان نحو النواميس ونحو الانتصارات المتواصلة. عايض بن رفعان من عايض القحطاني مشكور يا أبو رفعان. خطر 9:16 13 جزء من الثانية لحظة الوصول من مسافة 6 كيلومترات. المركز الثاني رمضة جويعد بن فهد بن ناصر العاوي العجمي 9:17 68 جزء من الثانية. المركز الثالث الزبار محمد العبد الله بن ناصر الحفيظ المري مع الزبارة 9:19 75 جزء من الثانية. رابعا أوطان سلطان بن سالم الرباح الحربي. خامسا الوسمية عبد العزيز بن معلا بن عليقان السهلي. إذا متابعينا الأعزاء في كل مكان تهانينا مجددا لهذا البطل لهذا المتوج مع خطر عايض بن رفعان بن عايض القحطاني مشكور على هذا الانتصار. والسلامات مع أبناء المملكة مع أبناء الخطر دائما وأبدا. والسلامات تبقى في العاصمة الرياض مع خطر. تهانينا والنماس وأيضا شكرا للمتابع حمد بن محمد.